دكتور سامي سليمان، ايه المعركة اللي حضرتك بتعتبر ان فوزك بهذه الجائزة هو اكبر انتصار فيها؟ يعني انا اظن ان اي يعني ناقد او اديب او فنان او باحث يعمل في اطار مشروع استراتيجي بالنسبه له، يعني يعمل لمدى سنوات طويله، منشغل بشيء، طبعا منشغل بقضايا كثيره، ومنشغل ايضا بان تكون الثقافه مفيده للناس وفاعله في حياه الناس. واظن ان المعركه الاساسيه التي يخوضها اي اديب او كاتب او فنان مصري هي المعركة التي تعني القدرة على المثابرة والقدرة على الصمود في وجه أي معوقات أو أي عقبات بتقابله في طريقه، وإصراره على أن يتجاوز هذه العقبات وعلى أن يظل ينتج ويعمل ويتواصل. وأظن أن يعني هذا هو القيمة الأساسية لأن يتم تكريم الإنسان بالجائزة الكبيرة. نعم.